أعلن نادي بايرن ميونخ بشكل رسمي اليوم الأحد تفاصيل إصابة لاعبه ليون جوريتسكا التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام ماينز، والتي انتهت بفوز البافاري بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني. ونشر نادي بايرن ميونخ بياناً رسمياً عبر موقعه وحسابه علي منصة إكس، جاء فيه نؤكد أن إصابة جوريتسكا خلال مباراة ماينز هي كسر في اليد، وأنه قد خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم وسيغيب عن مباريات الفريق المقبلة. وحقق فريق بايرن ميونخ فوزاً مهماً على نظيره ماينز بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ملعب نيوا أرينا ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني بوندزليغا للموسم الجاري. وحافظ بايرن ميونخ علي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن ليفركوزن المتصدر ونقطة عن شتوتغارت الوصيفي.